من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب مواليد الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف ولا زال كلامنا في الحديث الأول وقد تلونا شطرا منه في الحلقة الماضية وحاصل ما مضى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق الإمام شربة من تحت العرش ينزلها إلى الأرض فيشربها أبو الإمام ومنها تكون نطفة الإمام، وقد ذكرنا أن هذه الشربة هي الطينة التي يخلق منها بدن الإمام، جعلها الله سبحانه وتعالى بشكل شربة، وحينما يبلغ الإمام أربعة أشهر في بطن أمه، الله سبحانه وتعالى يبعث ملكاً يكتب على عضده الأيمن: "وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً". فلما يولد الإمام يولد واضعاً يديه على الأرض، رافعاً رأسه إلى السماء، ويقول بكلمات: فيأتيه الجواب من بطنان العرش، ملك مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى. يناديه بكلام، وقد مر شطرًا من هذا الكلام، من كلام الملك في الحلقة الماضية، والآن وصلنا إلى بقية وتتمة كلام هذا الملك. يخاطبه من الله سبحانه وتعالى يا فلان ابن فلان أثبت تثبت فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي وموضع سري وعيبة علمي وأميني على وحي وخليفتي في أرضي هذا مضى في الحلقة الماضية ويستمر الملك يقول له لك ولمن تولاك اوجبت رحمتي ومنحت جناني واحللت جواري ثم وعزتي وجلالي لاصلين من عاداك اشد عذابي وان وسعت عليه في دنياي من سعه رزقي الى هنا ينتهي هذا النداء من قبل رب العزه الذي يناديه ملك من بطنان العرش. فإذا انقضى الصوت أي صوت المنادي أجابه هو واضعا يديه رافعا رأسه إلى السماء يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر والعلم الآخر واستحق زيارة الروح في ليلة القدر وللحديث تتم سنتلوها قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث نكرر ما ذكرناه في الحلقة الماضية إذ لعل بعض الأشخاص لم يستمعوا إليها فنقول: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإنه حكيم، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وإنه إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، و إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدّر القوانين الطبيعية. فهو حاكم عليها، لا أنه محكوم بها. يعني من الذي قدّر الجاذبية في الكرة الأرضية؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قادر على ان يغير هذا القانون لمن شاء. مو انه هو محكوم بهذا القانون، لا هو حاكم على هذا القانون. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سليمان عليه السلام كان يركب الريح فينتقل من منطقة إلى منطقة اللي هي مسيرة شهر، يعني آلاف الكيلومترات في نصف نهار. واحد يستغرب شلون يصير وين قانون الجاذبية؟ وين قانون الحركة؟ وين وين؟ هذا اللي يستغرب معنى ذلك انه يريد ان يجعل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يجعله محكوما بالقوانين التي قدرها الله سبحانه وتعالى. لا، القوانين الطبيعية الله هو الذي قدرها واذا شاء يلغيها بحكمته. من الذي جعل النار محرقه الله سبحانه وتعالى لو الله كان يريد ان يجعل النار تورث البرد كان يمكن ذلك لكن الله بحكمته جعل النار سببا للحراره وللاحراق فلما شاء ان يسلب النار هذا الامر في نار ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من الذي قدر أن يخرج الإنسان من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يغير هذا القانون اللي هو قدره يتمكن من ذلك. اذا في عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى غير القانون وهو في المهد عمر يوم ثلاث ايام قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. من الذي قدر ان يكون الانسان من اب وام؟ الله. في عيسى عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى شاء ان يخلقه من دون اب مثلا. فواحد اللي يستغرب من امثال هذه الاحاديث احنا نقول له انت اول راجع القران وقبل ذلك راجع توحيدك لان الذي يشكك في منازل الائمه ومنازل الانبياء هذا في الواقع التشكيك منشاه الضعف في التوحيد عدم القناعة بقدرة الله يتصور انه الامور او القوانين الطبيعية الفيزيائية هي الحاكمة والعياذ بالله على الله كلا هو الامر بالعكس على كل حال فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القوانين بحكمته وقد يستثني بحكمته المعاجز استثناء هي خرق للعاده، هذا تعبير العلماء، العاده. الله سبحانه وتعالى جعل هذه القوانين وهي تجري يستثني فيها لبيان منزلة أنبيائه وأوليائه، لبيان صدقهم وأيضا لحكم أخرى. زين. فهذا المنادي من بطنان العرش حينما ينادي الإمام بعد ولادته مباشرةً يقول له المقطع الأول ذكرناه في الحلقة الماضية لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً لا خلقه ليرحمه وطريق الرحمة العبادة وطريق معرفة العبادة الصحيحة الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأئمة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني وللرحمة خلقهم الله خلقنا ليرحمنا وحد يسأل ليش الله خلقنا؟ يحتاجنا له ليش خلقنا؟ الجواب خلقنا ليرحمنا، هو قادر وفي خلقه لا ينقص منه شيء. إذا ما كان يخلق كان محل سؤال، أنت قادر وتتمكن من هذا بدون أي مؤونة عليك، لماذا لم تخلق؟ والسؤال لازم يكون بالعكس. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا. فكيف نستحق الرحمة التامة اللي هي الجنة والرضوان؟ نستحق هذه الرحمة بالعبادة، لذا الله سبحانه وتعالى يقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". لأن هذه العبادة طريق للرحمة. كيف نعرف عبادة الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق الأنبياء، ومن بعد الأنبياء الأوصياء. إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يرسل الأنبياء، كيف نعرف طريقة عبادته؟ لذا تشوف الذين لم يتبعوا الأنبياء شلون انحرفوا ويروح يعبد صنم؟ يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفًا. كثير من عبادة الأصنام يعتقدون بالله، المشركون، الجاهليون. قبل الإسلام كانوا يعتقدون بالله وكانوا يعتقدون بأن الخالق هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكن أيضا كانوا يعبدون الأصنام لماذا يعبدون الأصنام؟ لأنهم كانوا يزعمون أن الأصنام هي تقربهم إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لذا التعبير عنهم بالمشركين، كانوا يشركون بالله غير الله. اذا انت تترك البشر بحالهم لا يعرفون طريقة العبادة، والله حكيم لذا ارسل الانبياء. ومن بعد الانبياء الاوصياء. فإذا اذا واحد اتبع الانبياء واتبع الاوصياء يعرف العبادة الصحيحة. وبهذه العباده الصحيحه يستحق الرحمه الخاصه. لذا يقول لك المنادي من بطنان العرش من طرف رب العزه يخاطب الامام الذي توه ولد. لك ولمن تولاك هنا تولاك بمعنى اتبعك اوجبت رحمتي. يعني الرحمة الخاصة لأن الرحمة قسمان رحمة عامة ورحمة خاصة الرحمة العامة تشمل الجميع وسعت رحمتي كل شيء كما في القرآن الكريم يعني الآن الكفار اللي موجودين خلقهم رحمة من الله تمتعهم في هذه الدنيا رحمة من الله لكن كالأنعام في سوره البقره الله سبحانه وتعالى يقول لابراهيم قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير هذه الرحمه العامه اما الرحمه الخاصه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن عبده عباده صحيحه هي في الآخرة هي الجنة والرضوان التي لن إنقضاء لها لهذه الرحمة واحد يجي يسأل يقول إذا الله خلق الإنسان لأجل تلك الرحمة نشوف كثير من الناس كفار لا ينالون تلك الرحمة الجواب هذا مثل دولة تأسس مدرسة في هذه المدرسة يأتي التلاميذ قسم من التلاميذ بسوء اختيارهم لا يدرسون لا يستمعون فيرسبون يسقطون وقسم منهم ينجحون وينجحون وينجحون إلى أن يتخرجون دكاترة مهندسين على كل حال أمور المجتمع الكثير منها تدار عن طريقهم هسه إذا واحد يجي يسأل يقول الدولة ليش أسست مدرسة؟ نقول لكي يتخرج جيل يدير البلد في المستقبل لكي يتعلم الناس نقول كثير من التلاميذ بكسلهم لا يصلون إلى نتيجة نقول هذا بعض صوتهم ولا ينافي غرض المؤسس للمدرسة الله خلق الجميع ليرحمهم البعض بحسن اختياره ينجح وينال هذه الرحمة وهذا يكفي في تحقق الغرض والبعض او الاكثر بسوء اختيارهم لا ينالون هذه الرحمه هذا بعد صوتهم ولا يخل بالغرض الذي لاجله خلق الله سبحانه وتعالى الانسان لك ولمن تولاك اوجبت رحمتي ومنحت جناني جنان جمع جنه واحللت جواري يعني جوار قرب الله سبحانه وتعالى، لان الله ليس بجسم وليس في مكان، الله هو خالق المكان. الله سبحانه وتعالى هو المحيط بالمكان. لا ان الله هو في مكان حتى يكون محاطا. الله لا يحاط بشيء ولا يحاط بمخلوقه، والمكان مخلوق لله سبحانه وتعالى. فعندما نقول جوار الله يعني جوار قرب الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى من تولاه واتبعه. الذي خالف الإمام عارضه ثم وعزتي وجلالي لأصلين من عاداك أشد عذابي. لاصلين لا يعني لا أحرقن في النار لان الاصطلاء بمعنى القرب من النار واحساس حرارتها اذا لم يكن الى حد الاحراق في برد فهذا مطلوب لعلكم تصطلون لكن اذا كان في غير برد وبحيث احرق الانسان فهذا الاصطلاء السيء ثم وعزتي وجلالي لاصلين يعني لاعذبن بالنار من عاداك اشد عذابي وان وسعت عليه في دنياي من سعه رزقي، لان الدنيا استدراج انما نملي لهم ليزدادوا اثما سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. الدنيا لانها دار امتحان، في دار الامتحان يقتضي ان نعم الله الدنيويه تكون عامه للجميع مباحه للجميع كل من يعمل يصل اليها الكافر اذا عمل يصل المسلم اذا عمل يصل هذا في الدنيا لان الحكمه تقتضي التوسع لكن هذه ايام قليله وتنقضي بسرعه فهذا ما يخاطب الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك من بطنان العرش الإمام الذي لتوه قد ولد فإذا انقضى الصوت يعني صوت هذا الملك أجابه هو الإمام اللي تو مولود واضعا يديه رافعا رأسه إلى السماء يقول يتلو هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه في سورة آل عمران. شهد الله. شهادة الله كيف تكون؟ الشهادة قد تكون لفظية، قد تكون عملية، قد تكون كتابية. شهادة الله اللفظية ما أوحاه إلى مثل موسى عليه الصلاه والسلام. وكلم الله موسى تكليبا. الشهاده الكتابيه ما انزله في الكتب وهذه الكتب اعجاز. الشهاده العمليه خلق الخلق الدال على وجود الله وعلى حكمته. يعني انت عندما تجي تشوف بناء تقول هذا البناء شهد مهندسه بانه مهندس حكيم وان انت سمعت كلام المهندس شفت لا وانما من فعله تقول شهد المهندس عبر فعله بانه انسان حكيم شهد الله انه لا اله الا هو لانه في كل شيء له ايه تدل على انه واحد التوحيد امر فطري امر عقلي المخلوقات تدل على وحدانية الله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لا اله الا هو تأكيد يعني الله يشهد بانه لا اله الا هو والملائكة الملائكة ايضا يشهدون بس شهادة الملائكة نحن قد لا نسمعها لكن حين الموت حينما يرفع الغطاء الانسان يرى الملائكة سواء مؤمن كان سواء مؤمنا كان او كافرا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وكذلك الملائكة يشهدون للانبياء الذين يسمعون صوتهم وللائمه عليهم الصلاه والسلام وايضا في يوم القيامه وايضا يشهدون الى موجودات الملا الاعلى والملائكه واولو العلم يعني اصحاب العلم لان الذي يكون مشركا هذا جاهل انما يخشى الله من عباده العلماء جاهل حتى إذا كان في صورة عالم، يقول فلان عالم كبير في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في كذا، لكنه مشرك مثلا نصراني، يهودي، مثلا كذا الجواب هذا من صغره تعلم على هذا ال... هذه العقيدة، هسه صحيح صاير عالم في مجاله لكنه جاهل. بسبب سوء التربيه قائما بالقسط الله واحد وهو عادل قائما بالقسط يعني في حال كون الله سبحانه وتعالى قائما بالعدل فهو عادل في خلقه وعادل في تشريعه وعادل في فعله وعادل في جزائه، لا اله الا هو العزيز الحكيم. فالإمام يتلو هذه الآية فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر، الآخر. الله سبحانه وتعالى يعطيه العلم الأول والعلم الآخر. شنو العلم الاول؟ احتمال يراد به احوال المبدأ واسرار التوحيد وعلم ما مضى وما هو كائن في النشأة الاولى والشرائع والاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله لعل هذا العلم الاول ولعل المراد بالعلم الاخر العلم باحوال المعاد والجنه والنار وما بعد الموت من احوال البرزخ وغير ذلك ويحتمل ان يكون العلم الاول العلوم التي انزلت على الانبياء الماضين والمراد بالعلم الاخر علوم خاتم خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله. واستحق زيارة الروح في ليلة القادر، يعني إلى قابلية أن الروح الذي الله سبحانه وتعالى ينزله في ليلة القادر يزوره، من هذا يحتاج إلى قابلية انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقد مضى شطر من الكلام حول هذا النزول في ليله القدر في زمن الرسول صلى الله عليه واله الملائكه والروح كانوا ينزلون على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيخبرونه بالتقديرات الإلهية وغير ذلك. وليلة القدر مستمرة. الآن في كل سنة عندنا ليلة القدر. هؤلاء ينزلون، والرسول صلى الله عليه وآله قد اختاره الله إلى جواره. ينزلون على من؟ ينزلون على الإمام. واستحق زيارة الروح في ليلة القادر قلت أبو بصير راوي الحديث يقول جعلت في داك. الروح ليس هو جبرائيل الروح اللي هنا مذكور تنزل الملائكة والروح هو جبرائيل أو لا احنا فيما مضى في باب مفصل من الكافي تكلمنا حول الروح والروح في القرآن إلى استعمالات متعددة مصاديق متعددة جبرائيل يطلق عليه الروح فأرسلنا إليها روحنا إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا والروح يطلق على الإيمان والروح يطلق على أحكام الشرع والروح موجود مخلوق أعظم من الملائكة والعطف في هذه الايه تنزل الملائكه والروح ظاهر في المغايره يعني الروح ليس من الملائكه ولو ان عطف الخاص على العام يمكن ومستعمل لكن خلاف الظاهر وبينت الروايات ومنها هذه الروايه ان الروح الذي ينزل مع الملائكه ليس من الملائكه من جنس اخر قلت جعلت فداك الروح ليس هو جبرائيل؟ قال الروح هو اعظم من جبرائيل. ان جبرائيل من الملائكه وان الروح هو خلق اعظم من الملائكه. اليس يقول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكه والروح العطف ظاهر في المغايره. وهذا الروح روح القدس. روح القدس مخلوق اعظم من الملائكة هو مو واحد فقط لا هو نوع مثل الملائكة اللي هم نوع وكثير من الملائكة يدخلون في هذا النوع اللي هو نوع الملائكة كذلك الروح روح القدس ايضا نوع وله افراد متعددون احد هؤلاء هو الذي ينزل في ليلة القدر. واحد هذه الارواح مع كل امام. واحد هذه الارواح يتنقل من امام الى امام، وتفصيله قد مر فيما مضى. هذا الحديث الاول في كيفية خلق الائمة عليهم الصلاة والسلام، وهناك احاديث اخرى سنتلوها في حلقات قادمة. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين